السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن الإرث في بايثون أو توريث الخصائص والإجراءات في بايثون. Inheritance، البعض يتساءل إيه هو Inheritance؟ Inheritance هو معناه إن عندنا تصنيف ممكن أن يحصل على الخصائص والمتغيرات الخاصة بتصنيف آخر. A class can get the properties and variables of another class. Inheritance معناه إن أنا عندي بيكون مثلا parent class، في class parent بيكون عليه class الأم أو الرئيسي، بيدي خصائص إلى child class، إلى class بنقول عليه class طفل أو class الفرعي. بمعنى آخر إن الإنهيرتنس بيبقى عندي سوبر كلاس، كلاس سوبر اللي هو الكلاس الرئيسي بيعطي خصائص إلى السب كلاس، إلى الكلاس الفرعي. في شخص بيتسأل يعني إيه بنعملها إزاي من الناحية البرمجية؟ إن أنا بيكون عندي إنهيرتنس التوريث، بيكون عندي مثلا كلاس أبليكيشن، تصنيف خاص بالأبليكيشن. بيدي خصائص مثلا للكلاس خاص بالايفون ابلكيشن وكلاس خاص بالاندرويد ابلكيشن. Why we use inheritance؟ ليه احنا بنستخدم الارث في البرمجة؟ Inheritance saves you from repeating yourself. الانهيرتنس ده بيحفظ لنا او بيوفر لنا خطوات متكررة دايما بنكتبها في الكلاسات الفرعية، بدل من كتابة بعض الأكواد المتكررة بشكل نمطي في الكلاسات الفرعية، ممكن نستخدم كلاس رئيسي يجمع هذه الخصائص في خطوات واحدة، وبعدها يمكن أن نستغني عن عملية التكرار في الكلاسات الفرعية. Inheritance saves you from repeating yourself. In coding, don't repeat yourself. You can define methods once. ممكن تعرف الوسائل والإجراءات والخصائص مرة واحدة في الكلاس الرئيسي and use them in one or more subclasses، وتستخدمهم بعد كده في كلاسات فرعية أكثر من مرة. يعني بتكتب كود مرة واحدة وبعد كده بتستخدمها في كلاسات فرعية بدون أي تكرار. نشوف الكلام ده في برنامج بايثون شارم إيديتور في أكواد بايثون. لنرى المثال على ذلك في برنامج بايثون شارم. نبدأ أولا بكتابة الكلاس الرئيسي كلاس أبليكيشن، وبعده بنعرف دالة مثلا start def start self. بعد كده بنكتب في الدالة دي مثلا print starting، لأن احنا عارفين إن أي أبليكيشن بيعمل مثلا starting في أي نظام تشغيل. بعد كده بنذكر الفيرجن سيلف الفيرجن، مثلا نذكر هنا على سبيل المثال 1.1، ده الكلاس الرئيسي اللي هو البيرنت كلاس. بعد كده نبدا بكتابه الكلاس الفرعي، مثلا انا بقول كلاس الفرعي هنا هيبقى الاندرويد ابلكيشن، وممكن نعمل ايفون ابلكيشن كما ذكرت في الدايجرام اللي سبق ذكرته. ده الكلاس الرئيس الفرعي بكتب فيه ديف مثلا داله هنا جيت فيرجن، بكتب فيها مثلا سطر او برينت اطبع لي مثلا اندرويد فيرجن، نسخه الاندرويد او الاصدار الاندرويد. بعد كده بفتح هنا بعمل كرييتنج الابلكيشن اوبجكت اسمه اب بيساوي الاندرويد اللي هو الكلاس التشايلد. يبقى انا بفتح هنا الاوبجكت، والاوبجكت هنا مكتوب هياخد الخصائص الخاصه بالكلاس، انه المين ولا الكلاس الساب، لا هياخد الكلاس الفرعي بياخد منه خصائص. طيب والكلاس الفرعي اللي هو اندرويد لاحظ هنا انا كتبت اب هنا اللي هي بتشير الى الكلاس الاب البيرنت كلاس. ده عمليه الارث بقى، ان انا عندي كلاس هنا فرعي اللي هو الاندرويد هياخد خصائص من مين؟ من الكلاس الرئيسي اللي هو اب، ده الكلاس الرئيسي. وهنا هتحصل عملية inheritance ان هيرث منه الدالة start، وهياخد منها ال properties الخصائص الخاصة به.
بعد كده في الخطوة في اللاين 11 هقول app.start، هياخد start الخاصة بالدالة في الكلاس الميل كلاس الرئيسي. بعد كده بقول له print app.version، اطبع لي نسخة الإصدار من هذا الابليكيشن. هيذهب إلى الخاصية version الموجودة هنا تبع الكلاس الرئيسي الكلاس parent. بعد كده بقول له app.getVersion، هات لي نسخة الإصدار. جيت فيرجن هنا موجودة في الكلاس الابن اللي هو الشايلد كلاس، هنا دي هياخدها. يبقى هنا بيجمع ما بين البروبرتيز والميثودز الخاصة بالكلاس الابن اللي هو الشايلد كلاس، وهياخد ايضا معاه البروبرتيز والميثودز الخاصة بالكلاس البيرنت كلاس. نشوف كده الكلام ده ونضغط على run. اداني هنا النتيجة starting ده السطر رقم 3 في الكلاس الرئيسي الparent class، واداني هنا 1.1 ايضا دي الproperties او المتغيرات اللي انا كاتبها في الكلاس اللي هو الكلاس الاب اللي هو الparent class. اداني هنا في السطر الثالث android version نسخة اندرويد اللي انا كاتبها في الكلاس الشايلد اللي هو اندرويد. يبقى هنا تمت عملية دمج ما بين خصائص رئيسية موجودة في الكلاس الرئيسي وخصائص فرعية موجودة في الكلاس الفرعي. يبقى انا بعتبر هنا الاندرويد ده يعتبر كلاس فرعي سب كلاس من الكلاس ميم ابليكيشن. عملت العملية دي ازاي؟ الانهيرتنس ده ان انا كتبت هنا اسم الكلاس الرئيسي ما بين البراكتس لكي يرس الخصائص الموجودة في الكلاس الابليكيشن الكلاس الرئيسي اللي بنسميه البيرنت كلاس، وده الشايلد كلاس او ده الكلاس الرئيسي وده السب كلاس الكلاس الفرعي. لما نيجي نستخدمها هنا ممكن تستخدم كلا الخصائص الموجوده في الكلاس الفرعي والكلاس الرئيسي. ده بالنسبه لعمليه او توضيح لعمليه الانهيرتنس الارث في برمجه بايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.